رحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول التحويل من ثنائي الى عشري ومن نظام العشري الى الثنائي. طبعا النظام العشري هو نظام كتابة الاعداد بالصورة المعروفة للجميع يعني. طيب كيف نحول هذا العدد، العدد 7 هو في النظام العشري، كيف نحوله الى الثنائي؟ الثنائي طبعا حيكون هو يا صفر يا واحد، يا صفر يا واحد، طبعا عند اماكن معينه الاصفار تكون في اماكن معينه. في الاول لازم نكون عارفين انه قوى الاثنين هي اهم شيء. قوى الاثنين اللي هي مثلا اول حاجه نبدا بواحد، الاثنين الصفر يعني واحد واحد. طيب الواحد اضربه في اثنين، كل مره نضرب في اثنين، واحد ضرب اثنين اثنين، اثنين ضرب اثنين أربعة، أربعة ضرب اثنين ثمانية، ثمانية ضرب اثنين 16، 16 ضرب اثنين 32. طبعا نحن بنكتب على حسب ممكن تواصل، طبعا 32 ضرب اثنين 64 وهكذا، لكن نحن بنشوف العدد المطلوب. المطلوب هنا 7، 7 إذا أول ما تصل لعدد قريب من 7 أو أكبر منه إذا نوقف. هنا عندك 8 أكبر من، وصلنا لعدد أكبر من 7، 8 أكبر من 7 إذا نوقف ونشوف. عايزين عدات هنا مجموعة يدينا يعطينا 7، أنا مطلوب مننا 7، مطلوب مننا أوجد اللي هي 7. طيب كيف نحلها؟ مطلوب مننا إيات 7. فإذا الأعداد هي بهذه الطريقة، إذا جمعنا الواحد زائد الاثنين زائد الأربعة اللي هي تعطينا كم؟ 7. إذا الأعداد التي مجموعة أعطانا 7 نكتب تحت اللي هو كم؟ 1. هذه 1، هذه 1، هذه 1. طبعا هذا المعلم منهم، فإذا حيكون الناتج هو 1 1 1. هذه في النظام الثنائي. طيب نشوف السؤال الثاني اللي هو 37. 37 إذا احنا نستمر إلى عند ال 32 نضرب، طبعا نقول 1 أول حاجة اللي هي واحد واحد أولا واحد، بعدين نضرب في اثنين، اثنين اثنين في اثنين أربعة، أربعة في اثنين ثمانية، ثمانية في اثنين 16، 16 في اثنين 32، و32 ب64. نحن بنوقف هنا، طبعا 64 ما محتاجين ل64. طيب ما هي الأعداد التي مجموعها يطلع 37؟ إذا أول حاجة بناخذ ال 32، طبعا 32 32 عايزين نقص من 37 ل 32، الباقي كم؟ الباقي تقريبا 5. الخمسة هذه اللي هي ناخذ الواحد والأربعة لأن مجموعة 5. إذا جمعت 1 زائد 4 زائد 32 الناتج كم؟ 37. إذا الآن أي عدد أخذناه في الجمع اللي هو حطينا عليه دائرة باللون الأزرق نكتب بدل منه 1 1 1 1. أما الاثنين ما جمعناه فإذا نكتب بدل منها 0، يعني العدد يا تكتب 1 ولا تكتب 0. العدد إذا كان هو استخدمناه في الجمع إذا نكتب 1، ما استخدمناه 0، 4 مستخدم اللي هي 1، 8 0 وال 16 0، إذا العدد حيكون 3. ال 64 طبعا ما عندنا بقى شيء، إذا نكتب العدد حيكون هو يساوي 1 1 0 1 0 واحد. ده في النظام الثنائي. طيب نشوف الآن كيف نكتب من نظام، نحول من نظام عشري إلى نظام ثنائي. شوف هذه عندنا هذا العدد اللي هو 1 5 أصفار، 1 5 أصفار. طيب 1 5 أصفار ده 1 5 أصفار، بعد 1 5 أصفار 1. إذا حنبدأ نفس الطريقة نكتب كم وحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 أعداد. 7 أعداد معناه أنت تبدأ من الواحد وماشي، 1 بعدين 2 بعدين 4 بعدين 8 16 32 1 2 3 4 5 6 64 1 2 3 4 5 6 7 64. طيب 1 2 3 4 5 6 7. طيب الآن الواحد نكتب الأعداد هذه اللي هي 1
خمسة أصفار، 1 2 3 4 5، ونكتب 1. هنا نجمع فقط الأعداد التي تحتها 1، اللي هي ده وده. 1 زائد 64 كم؟ اللي هي تساوي 65. إذا هذه تكتب بالنظام العشري 65، النظام العشري. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعده، اللي هو نحسب 1 2 3 4 5 6، 6. إذا نكتب 1، نكتب 1 1 2 4 8. طبعا نحفظ الأرقام هذه خلاص، 32 32، 64 64. نحسب الآن 1 2 3 4 5 6، 64 ما محتاجين لها، هنا 32. طيب نأتي هنا إلى العدد المكتوب بالصورة الثنائية. ناخذ العدد اللي هو 1 0، نكتب هنا 1 0 0، ونقول من هي طبعا 1 0 0، بعدين 1، بعدين 0، بعدين 1. نجمع فقط نجمع الأعداد اللي تحتها 1، اللي هي 1 و4 و32. مجموعهم كم؟ 32 زائد 4 36 زائد 1 37. إذا خلاص الناتج هيكون 37، هذا في النظام العشري، النظام العشري. الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا.